انا الصوره ها هو انا الصوره ما عادش بالذات اه شوف من هنا رعت كثير هذا الفيديو هذا خويا عزيز اذا هنا شوف عندي شي هذا الكوب ثاني هنا زوجة ثالثة كتقول لنا يهدي سنتين يديك طاحت تعالي طاحت قلبها قلبها حتى نعمل هو هبوط الفاتحة ها من ندخلو ها الزنق على اساس بكي على كتافي ما عنديش انا ولادي ما عنديش كان عندي ولادي ما نديرش ديك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان وفرحان تحيه لخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن هذا الفيديو يستاهل لي لايك يستاهل كومونتير ديالكم الحقيقه حنا في دوار عين التيخ دوار عين السيخ امي زهره حويجتها كامله خلات هنا وتخلعات تجي قالت لي ولدي نخاف قلت لها بانه نحن في دوله الامن والامان وحنا ماشي في غابه غادي نمشي معاك وغادي نديك حتى للدوار تجيبي حوايجك وغادي نردك وغادي نوريكم منين دخلوا ومنين هجموا عليهم وكيفاش كرفسوهم والباب اللي غادي تصدموا وغادي ننتقلوا من فاس حتى لهاد الدوار وغادي نبين لكم باش تناضل مور الكاميرا وتجيب الحقيقه لا خصك تنتقل خصك تسافر وتايد الحق ام 90 سنه ولات خايفه تجي للدار ديالها حنا وليداتها واللي قاس هاد المراه كبحال قاسنا حنا دابا انت جيتي دابا ما تخافيش امونتي لا توعديني بلادنا بلاد الامن اي يلا غادي نوريكم المسلمين المشاهدين غادي نجمع غادي نوريكم شهادة لا اله الا الله غادي نوريكم كل شيء كيفاش دخلوا عليهم تورينا كيفاش فين الضربات راه المدينه قدامنا اللي غنمشي لها راه يلا سير حنا دخلنا للدوار الحمد لله معليش الخير تحية الناس دار الدوار اللي تنحبوكم ونموتو عليكم اذا حنا الان في دوار مزهره اللي وقعت فيه الحادثه باش نوريكم الدليل والمصداقيه اخوتي العزاز كما تشوفوا ها انتما كما تشوفوا اخوتي العزاز هذه هي الباب اللي كانت تفرح شوف كي دايره حنا ندخلوا غادي نوريكم كلشي وصلنا لدار مزهره مسكينه كما قلت لكم نحن في بلد الامن والامان وماشي في غابه تعيش مزهره مسكينه في هذا الزنك هذا هنا تتشوفوا اخوتي الاعزاز انهم فين جاوا نقزوا هنا ها انتما فين طلعوا لانه الصور ها انت انا راه شوف هنا كيفاش منين دخلوا منين دخلوا اه درت لهم لا منين هنا نزلوا من هادي هادي اذا هنا باش تعرفوا بان الصور ها هو الصور راه ما عادش بزاف اه شوف من هنا رعت كثير هذا الفيديو هذا خويا العزيز اذا هنا شوف انت انا راسا تنقيسو ها اذا هنا فين نحفرو هاد الزهاتا شوفو اخوتي الزهاتا الطبيعية عندي هادي كانت تقطع عليا هادي كانت تقطع عليا لا هادي درت هكا تختلف اذا شكون ينقز منين نزلو نزلو من هنا ولا من هنا؟ لا من هنا شكون ينزل من هنا؟ هذا منعم منعم هو اللي يسكن لا بلاتي منعم نزل هنا ومشى حلو من الباب حلو هاجا خويا هاجي دابا من غندير انا هكا خرج برا نكالف العشاء ها دخلوا من هنا حل لهم هذا الباب الحل ها حل حل اجي شوف ها ها هو سيدنا بشي اذا انا كلامو معاك ها طلع من هنا طلع من هذا السلوم طلع من هاد السلوم ومشاو لتما إذا الناس اللي ما عارفينش حموم الدار راه هنا ها انت انت راه قصر إذا نطلعوا من هنا وغوزوا من هنا أجا مو زهرة إذا ندخلوا من هنا أجا مو زهرة معايا ندخلوا من هذا شوف الباب شوف من الطرب هنا ندخل هو من هنا حلت الباب شكون يزاد معاه الآخر؟ أه زيد شكون اللي زاد معاه الاخر؟ ما سالني هي تخافني ها؟ آه؟ تحلل بي ما نخرجوش في طيحوا في بلاصه تاكل العصا فاتحه هربت لهنا؟ اه لا هربت من هنايا اجا خويا اجا
شوف هذيك عوجه الشباب بعض هاد بعض هاد الكفره ما قلت شوف الشكل بالضبط بس ما يزال عصبها يعني شوف شوف المتابعين شوف دي بالضبط بالرجلين شتيها اجي على برا باش تما مزيان شوف عشرين الف ديال شوف مي زهرة فين طاحت فاتحة مسكينة لا شوف البلاصة دابا اللي عطا الله عطا البلاصة فين طاحت انا بعدا طيحة من جات الضربة الأولى طفلة صغيرة دابا انا خايفة عليه مريضة صح من طاحت ودرت ثالثة هنا دخل لكم حتى هنا جاو جات ثالثة كتقول لهم يا ولدي شنو ندير طاحت تعالي طاحت قلبها هب قلبها طاحت انا عليها هو هبوط الفاتحة ما عندي فيها هبوط الفاتحة إذا أخوتي العزاز دخلوا من هذيك البلاصة وهو جاو عندو حتى أنا مساكن هو هذا الباب وزبحوها وغادي تشوفوا راه كاينة باب كيما وريتكم وكاينة باب وحدة أخرى وحدة أخرى هي هذه كاينة تقليلة كاينة تقليلة وكاينة ديها إذا هنا هانتوما المتابعين غادي نصوركم على برا وشوفوا أنا الداخل كيفاش إلا هنا شوف وحط لنا كلنا شوف شتي أرا بيتي كان تخليت كان هنا بيتي إذا منين قزمو نعيم هنا آه جاتي سفيكتي الأولى أنا الأولى اللي جيت كنهضر الدار لا بالخشبة مشات لا ما بقات يا كان كندير كيف بالله هاد الشتا شطابة كندير كيف بالله تما داكشي اللي كان هنا شطبوك شطبو هداكشي حيدو الطبيعي ها انتما بلاش غادي نحيد هذه علاش تشطها على شي ويلي صغير انا في الصراحه الله تصور بنادم يهود ويلقى الزروالي هنايا نبقى العقل على شي منعم وشوف انه تعدى ولا مرا لا لا مزرع وانه مساكن هربوا ليه شوفوا اللي تيقول اذا شكون اللي حيد هادشي قولوا المتابعين تتكذبونا وتتكذبوا القضاء وتتكذبوا النيابه شكون يحيد هذا شكون شكون اخوتي العزاز الا تقولوا كي داروا دخلوا لي انه الصور ها انتم العزاز انا راه فيا متر 94 ها انا تلقيت هاد غير خفت شي مسمارين من قزم ها انت انا تلقيت هاد ها راه ماشي عادي سلوا نطلعوا فيه اخوتي اخواتي تراقبونا حتى النهايه هانتوما الخوت نعاود نبين لكم هذه هي الباب اللي دخلوا منها بعد ما نقز منعم من لهنايا هانتوما نقز من هنا هانتوما نقز من هنا وها هي ودخلوا من تما ومشاو هجموا عليهم حتى تما مساكن وحنا في الطوار الحمد لله رحنا في بلد السلم والسلام تحت شعار الله الوطن الملك هانتوما المتابعين راه العين الساقيه راه كل شيء انا راه اي حاجه طلبتوني عليها متابعين غادي نديرها لانني لا اعرف الخوف وما تعرفش المستحيل من اجل الحق ونصر الحق وخا نموت على الحق لان الحق مع الله والباب الثانيه هي هذه اذا هنا تتشوفوا المتابعين نعاود نكررلكم باش تقتنعوا اكثر هنا ها نتوما المتابعين شتي ها منين ندخلوا ها الزنك اللي مضروب بالمسمار وحيدوه شتو شنو ما شتوش انا غادي ننزل في السلم اللي طلعوا فيه ها هو تحصلوا ها واش كاين اكثر من الحق واه اللي بغيت ها نتوما رساله للسلطات رساله للسيد الوكيل المحترم هاد الناس ها حنا ضد الحقره وضد الظلم ها نتوما الخوت نعاود نبين لكم هذه هي الباب اللي دخلوا منها بعد ما نقز منعم من لهنايا ها نتوما نقز من هنا هانتوما نقز من هنا وها هي ودخلوا من تما ومشاو هجموا عليهم حتى تما مساكن وحنا في الطوار الحمد لله رحنا في بلد السلم والسلام تحت شعار الله الوطن الملك هانتوما المتابعين راه العين الساقيه راه كل شيء انا راه اي حاجه طلبتوني عليها متابعين غادي نديرها لانني لا اعرف الخوف وما تعرفش المستحيل من اجل الحق ونصر الحق وخا نموت على الحق لان الحق مع الله بان والباب الثانيه هي هذه اذا هنا تتشوفوا المتابعين نعاود نكررلكم باش تقتنعوا اكثر هنا ها نتوما المتابعين شتي ها منين ندخلوا ها الزنك اللي مضروب بالمسمار
وحيدوه. شتو شنو ما شتوش؟ انا غادي ننزل في السلم اللي طلعوا فيه. ها هو تاع السلم. ها واش كاين اكثر من هذا الحق؟ واه اللي بغيت غير. ها نتوما رساله للسلطات، رساله للسيد الوكيل المحترم. هاد الناس ها حنا ضد الحقره وضد الظلم. مسكينه فاتحه ملي بقات تزدحو تزدحو الباب مشات تسدها فاتحه مسكينه تسد هادي لان هادي ما عندهاش ساقطه تسدها بالخشب. هذا المسمار هذاك المسمار والخشب باش ما يفرعوهاش عليها. شوف قوه الضرب. ها انت ما بقاش تخرجات من بلاصتها. الغريسات ديالك ام زهره توحشتي الغريسات. اه ام زهره مسكينه تسقي الغريسات ديالها مسكين. هذي فيها الزهايمر اودي. هنا سد الباب في المقعة الكارثة والباب فين كلاو الناس العصا تتسد. تمشي معنا أمي زهرة، تمشي معنا أمي زهرة. الحويجة ديالها بدلاتهم. واش أمي زهرة هضر معاك شي واحد؟ شنو قلت لك؟ راه بلادنا شنو قلت لك؟ بلادنا بلاد الامن. شتي هاد الدنيا لا شنو قلت لك؟ لا جاوبينا سؤالي. شنو بلاد المسلمين؟ قلت لك بلاد الامن وامن. بلاد الامن. شوف ام زهره والله ما قد يعاود يوصلك شي واحد. يلا اخوتي معاك. ام زهره ما تبكيش ما تبكيش. لا علاش تبكي ام زهره؟ علاش علاش تبكي؟ على كتافي ما عنديش. انا ولادي ما عنديش. كان عندي ولادي ما نديرش ديك صافي ام زهره. هذه الفقسه التاليه غنموت. صافي ام زهره الله يسلمك. ام انت الله يطول عمرك. ام زهره ما كنت تبكي. الله يطول عمرك. ام انت الله يطول عمرك. كنبكي عليه. شتو بعينيكم كمية كدابة وجراهمية واللي بحالي مشى للشباك من بيته هو ما دايش عليه. ولا تقول لك هذيك الهضره اللي قالت نعيمه بانه داك الشيء راه ما كاين لا زنك ما كاين والو انه كذب. قالك زعما انه كذباتها بقى فيها الحال بقى فيها كلشي. شي كلمه ام زهره الله يسلمك. حنا وليداتك وحنا دائما معاك. كنت مع ولادي قولوا غير شهاده الحق وحنا راه مع الحق. ولا كنت كذابه انا ولا بلغت لدار الحق انا وانا كندعي حقي عند الله وكندعي واخا يخلصني العبد ماشي بحقي. وانا هانت شت دوار دابا دخلت ورجلك لقيت شي مراه لقيت شي راجل ماشي تبعد بيا ماشي شي تبعد عليه الاحترام عندي. ولا ما تبكيش غادي نموت. لا ما نبكيش عدني بالله وبيك. بالله ماشي بيا انا عبد. قلت معني بالله وبيك. يلا خوش ما نساليو هذا الفيديو الجميل. غادي نمشيو نشربوا ميها من السقايه من الماء الطبيعي في هذه الدوار. تحيه لهاد الدوار وداري غادي نديرو شي عمل خيري في هاد الدوار لان هاد الناس يستاهلوا. السلام عليكم. قولي هاد السقايه تتبقى على طول العام؟ تتبقى على طول العام. ما شاء الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. هانتوما خوتي العزاز والناس د هاد الدوار الناس طيبين والله يعمرها دار. واخا نجي عند خوتي هاد راه اهلي هادو. شوفوا هاد الناس ديال الجاليه يعجبوهم هادشي هذا الخير ويسق لي. اه بسم الله كيفاش خويا؟ هاتو ما خويا بسم الله. سحارة نقول لك حاجه. النضال ما خصكش تسكت على الحقيقه وانت عارفها. اللي سكت على الحقيقه فهذا تسمى انت ماشي مناضل. فالنضال تيبغي الكفاح وتتبغي تنور الراي العام بالحق لانه الحق يعلو ولا يعلى عليه. هادشي كامل تنديروه من اجل الوطن ديالنا ومن اجل المتابع ديالنا الغالي. حيت هادشي هذا يقدر يوقع لبنتك يقدع لامك يوقع لك انت وتلقى خوك الزروالي سند ليك. ماشي تلقى الزروالي عارف الحقيقه ويكذب عليك. شعارنا الخالد دائما الله الوطن الملك.